السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، ظلت قبلة المسلمين لمدة ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا تجاه بيت المقدس. وكان موضوع القبلة يشغل قلب وعقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرًا ما كان يقلب بصره في السماء، ويأمل من الله عز وجل أن يحول قبلة المسلمين إلى بيت الله الحرام. واستجاب الله عز وجل لدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي الظهر في مسجد لبني سلمه على بعد خمسه كيلو من المسجد النبوي، وفي الاتجاه الشمال الغربي، وبعد ركعتين من صلاه الظهر نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة تجاه بيت الله الحرام، وعلى الفور تحول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس من الرجال والنساء تجاه بيت الله الحرام. وسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين ولا شك أن هذا كان ابتلاء عظيم واختبار من الله عز وجل للمسلمين بتحويل القبلة وكان أيضا اختبار لليهود ومشرك العرب وبطبيعة الحال كان هناك حوار ونقاش محتدم بين اليهود وعلى رأسهم حيي بن أخطب وبين المسلمين فقالوا لهم أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى لقد تحولتم عنه، وإن كانت على ضلالة لقد عبدتم الله بها مسافة، ومن مات عليها فقد مات على الضلالة، فقال المسلمون: إنما الهدى فيما أمر الله تعالى، والضلالة فيما نهى الله عنه، فقال اليهود: فماذا تقولون في من مات من المسلمين قبل تحويل القبلة؟ فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس فانزل الله تعالى وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرءوف رحيم وما جعلنا ايها الرسول القبله بيت المقدس التي كنت عليها ثم صرفناك عنها الى بيت الله الحرام الا لنعلم علما يتعلق به الثواب والعقاب ونرى ونظهر ونميز لكم من يتبع الرسول ويؤمن به ويطيع امره على كل حال ممن هو ضعيف الايمان عنده شك ونفاق فيرتد على عقبيه ويترك هذا الدين وان كانت لكبيره وثقيله وشاقه إلا على الذين هدى الله ومن عليهم بالإيمان والتقوى والهدى وما كان الله عز وجل ليضيع إيمانكم ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة إن الله بالناس لرؤوف رحيم لا يضيع أجر من أحسن عمله لا شك أن المسلمون يتميزون فكما أن هناك السابقون من الصحابة الكرام هناك أيضا ضعيف الإيمان وكان موضوع تحويل القبلة أقرب ما يكون بتمحيص للمؤمنين وإظهار للمنافقين وضعيف الإيمان. وإحنا عرفنا إن الأمر الإلهي بتحويل القبلة تم في مسجد القبلتين. لكن هتستغرب أكتر لما تعرف إيه اللي حصل في مسجد قباء. لم يكن هناك وسائل تواصل سريعة لينتشر الخبر. فوصل الخبر إلى مسجد قباء أثناء صلاة المؤمنين لصلاة الصبح وكانوا ركوعًا. فقال رجل من الصحابة: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره باستقبال الكعبة، فاستداروا وهم راكعون تجاه الكعبة وأتموا الصلاة، وعلى النقيض ارتد جماعة من المسلمين ضعيف الإيمان، واعتنقوا اليهودية بعد تحويل القبلة، فأي الفريقين تحب أن تنتمي إليه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا شك أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ولكن من تمام رحمته وعدله أنه لا يعاقب إلا على الفعل، فلو عوقب الإنسان دون عمل، لقال الإنسان لربه يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ولذلك يجب على القاضي ان يحكم بالقرائن وليس بما يعلم، فالله عز وجل علم ان ابا جهل سيدخل النار، ولكنه لم يدخله النار حتى عمل بعمل اهل النار، ورغم ان الامر بتحويل القبلة جاء من عند الله عز وجل، لكن جاءت الايه الكريمه: "إلا لنعلم من يتبع الرسول"، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى، ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله. للأسف شديد هناك من المسلمين مع أي أمر لا يقول لا أؤمن إلا بما أقتنع به اقنعني أولا لا شك أن هؤلاء من ضعاف الإيمان وممن يخشى عليهم من عاقبة أمرهم لا مجال لتحكيم العقل مع الوحي بل يجب التسليم والرضا بما قسمه الله لنا لا بد أن هناك حكمة من تحويل القبلة فصرف الله عز وجل المسلمين عن بيت الله الحرام إلى بيت المقدس في أول الأمر لتعظيم العرب لبيت الله الحرام وما حوله من أصنام فلما ترسخ الإيمان في قلوب المؤمنين أمر الله عز وجل بالعودة مرة أخرى إلى بيت الله الحرام قبلة إبراهيم عليه السلام عقب الإنسان هو مؤخرة القدم وينقلب على عقبيه أي يرتد عن الإسلام ويكفر وينصرف ويرجع عن طريقه المستقيم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالهدى والهداية من الله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وما الإيمان إلا قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرأفة هي أعلى وأسمى درجات الرحمة. والله عز وجل رؤوف رحيم بالناس جميعهم مؤمنهم وكافرهم في الدنيا، ولكن في الآخرة يختص المؤمنين برحمته. فالله عز وجل أرحم بالناس من الأم بولدها الرضيع. والله عز وجل لا يبتلي الناس بشيء فوق طاقتهم. جزاكم الله خيرا.